وللحديث أكثر عن ملف فساد الانتخابات المقبلة وعزوف العراقيين عنها، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. أهلا بك معنا دكتور محمد. أهلا بكم وتحياتي لكم ولمشاهديكم الأكارم. أهلا بك دكتور محمد. بداية، يعني وكالة أسوشيتد بريس أكدت أن عمليات شراء الأصوات في العراق لا تزال مستمرة، أين تقف حكومة الكاظمي من عمليات الفساد هذه برأيك؟ أعتقد أن هذه الانتخابات هي مهزلة وليست انتخابات كما تجري في بعض البلدان من حيث نزاهتها ومشاركة المواطنين وجديتهم في المشاركة لانتخاب ممثلي مجلس الشعب. واليوم نجد أن هناك نفس الوجوه يراد منها تدويرها حسب ما يقال أنها كما تدور النفايات، لأنهم هم في مصالحهم الشخصية يريدون كل شيء، حتى أننا نعرف جيدا أن هذه الوجوه لم تأتي بإنجاز مهمات وطنية للشعب العراقي، وإنما العكس هي لمصالحها الشخصية، ولذلك ابتدعت الكثير من الأمور ونهبت ثروات العراق بكونها تشغل هذا المركز النيابي. واليوم نجد أن هناك النائب في حملته الانتخابية يصرف 5 مليون دولار، وهذه 5 مليون دولار هي جزء من أموال الشعب العراقي، ويراد منها في حالة حصوله على مقعد نيابي أن تكون هذه 5 ملايين هي أضعاف الأضعاف من النهب في مسائل معينة ومعروفة وثابتة. أيضا دكتور فارس، يعني أسوشيتد بريس أشارت إلى أن الإعلان عن إعادة 30,000 عنصر سابق من أو في ميليشيات الحشد إلى الخدمة يعزز المخاوف بصورة جدية لربما من الميليشيات الساعية للتأثير على النتائج. السؤال هنا، هل الميليشيات بحاجة حقا إلى هذه الأصوات في ظل تحكمها كما تعلم بالمشهد العراقي؟ بالتأكيد أنه هي بحاجة إلى هذه الأصوات، ولذلك يعززون من هذه الفعالية وجاءوا بهم في عدد غير قليل لإعادتهم إلى الحشد الشعبي حتى أن يصوتوا لهم ويأخذوا أصوات عوائلهم جنبا إلى هذه الأصوات حتى يفوزوا بهذه الانتخابات التي هي انتخابات غير شرعية وغير منطقية وغير معقولة بالنسبة للشعب العراقي، لأنه لم تأتي بنواب في مجلس الشعب ممكن أن يقدموا أي شيء للمواطن العراقي من صحة وتعليم وتخطيط مدن وغيرها من الأمور بما في حياته المعاشية. ولكن دكتور فارس، يعني عذرا للمقاطعة، هذه الميليشيات تسيطر فعليا على القرار السياسي والمشهد العراقي بشكل عام. بالتأكيد هي الميليشيات، وخاصة أن الحكومة أوعدت بأنه تنهي مسألة السلاح المنفلت ولم يحدث ذلك، وهناك قرارات لحكومة الكاظمي أعطى عهدا بأن هذه الانتخابات ستكون ديمقراطية وبدون المال الفساد المالي وبدون السلاح المنفلت، وهما الاثنين متواجدين الآن في الساحة العراقية، ولذلك هناك عزوف تام من قبل كثير من المواطنين الذين قرروا عدم ذهاب الانتخابات، ولذلك لمعرفتهم المسبقة بأن الانتخابات لم تكن نزيهة ولم تكن جادة ولم تكن لمصلحة الشعب العراقي. نعم، من هنا دكتور فارس، يعني
هل نحن مقبلون أو العراق مقبل بطبيعة الحال على سيناريو انتخابات عام 2018 التي كما تعلم شهدت عزوفا بنسبة وصلت إلى 80%؟ بالتأكيد، لأنهم إذا لم يذهب مجموعة كبيرة من المواطنين للانتخابات راح يعلنوا أن هذه الانتخابات حضرها 20% أو 80% وغيرها من الأرقام التي هم يريدونها، وستظهر النتائج لصالحهم بالتأكيد، وهم مزورين بحقيقة هذه الانتخابات فيما لو جرت وهناك مواطنين متواجدين على الساحة العراقية لديهم خبرة في هذه الأمور، ومنها أنه يجب تهيئة الأجواء في الشارع العراقي، لأنه هذه الانتخابات لم تكن نزيهة ولم تكن لصالح المواطن العراقي، وقد جربوا لفترة طويلة منذ عام 2003 ولحد الآن. نعم، إذن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، كنت ضيفنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.